بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. لا شك تتزاحم يعني الموضوعات التي هي تعتبر موضوعات الوقت، ولكن لأنه غالبا ما بيكثر الكلام في هذه القضايا، سواء أحكام زكاة الفطر أو أحوال ما بعد رمضان أو ثمرات يعني الصيام وكيف ينبغي أن نحافظ عليها، ولكن في الحقيقة يعني أنا يعني سأحاول أن، لأن المضغوط الحقيقة أنا حاسس أنكم في حاجة إلى الإفطار، وده هيؤثر على الأداء شوية. نحن طالما نحمد الله سبحانه وتعالى على أعظم نعمة أنعمها علينا، وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن هذه أعظم نعمة على الإطلاق في حق من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها. لكننا معشر أهل السنة والجماعة نحمد الله سبحانه وتعالى بجانب امتنانه علينا بالنعمة العظمى وهي نعمة الإسلام، نحمده على امتنانه علينا بالنعمة التالية مباشرة، وهي نعمة كوننا من أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى خلق العبادة ليبتليهم، وتتنوع صور هذا الابتلاء ما بين ابتلاء بآفات ومصائب، وبين ابتلاء بشهوات، وما بين ابتلاء بشبهات. فالعبد يحتاج في هذه الدنيا إلى نوعين من الهداية: هداية إلى الطريق، ثم هداية في الطريق. هداية إلى الطريق وهو تقاطع أو مفترق تقاطع الطرق الأديان، إسلام، يهودية، نصرانية، بوذية إلى آخره. فكل عبد محتاج إلى أن يهديه الله لاختيار الطريق الصحيح الذي يقود إلى الجنة. الكون الله سبحانه وتعالى امتن عليك بالهداية إلى نعمة الإسلام واخترت الطريق، فأنت لازلت في حاجة كي تنجو من دخول النار إلى هداية أخرى، وهي هداية في الطريق، كالرجل الذي حدد الطريق الذي يقصده ويوصل إلى المدينة التي يطلبها واختار الطريق الصحيح، لكنه لن يصل بسلام وأمان إلا إذا احترم إشارات المرور في الطريق، تعليمات المرور، احذر أمامك منحدر، احذر كذا، ولم يعني يتنكب هذه الطريق ويتجه إلى السبل التي تتناثر عن يمينه وشماله. هذه هي الهداية في الطريق. ولذلك لما قيل لأحدهم اللهم توفنا على الإسلام، قال له والسنة. فهذه هداية إلى الطريق ثم الهداية في الطريق. فلابد أن نستحضر أن نعمة الله علينا أيضا عظيمة في هدايتنا إلى نعمة كوننا من أهل الحق، أهل السنة والجماعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة، وهذا من البلاء الذي تزخر به دار الدنيا، افتراق المسلمين فيما بينهم إلى فرق. وقال صلى الله عليه وسلم أو بين لنا هذه سنة ماضية في الأمم قبلنا، حينما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فرقة هنا كما هو معلوم، الافتراق هنا على أساس الانحراف في قضايا أصول الإيمان والقضايا الكبرى في العقيدة، وليس الخلاف الفقهي الذي يعني لا يمثل اختلافا يضر المسلمين، وإنما يعني في الغالب، وإنما هو اختلاف في أصول الدين وأصول الإيمان والعقيدة. ولذلك نرى المذاهب الفقهية المختلفة، وإن اختلفت بين حنابلة وشافعية وملكية مالكية وحنفية وغيرهم، لكنهم في العقيدة تحت مظلة واحدة، وهي مظلة أهل السنة والجماعة. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قد يقول قائل يقدح في هذا الحديث
من حيث متنه أنه يؤخذ منه أن معظم هذه الأمة هالكة، وهذا كلام غير صحيح. كي أقرب لكم الصورة استحضروا التكتلات الحزبية الموجودة الآن والائتلافات التي لا تعد ولا تحصى، حوالي 350 أو شمال، أعداد كبيرة. لكن ماذا عن الأتباع؟ هل لهم أتباع يذكرون؟ ساعات الحزب مؤسسه شخص واحد، وأعضاء الحزب أيضا واحد. فيعني أقصد الفرق الضالة، صحيح هي 72 فرقة، لكن لا يزال ولله الحمد والمنة السواد الأعظم من المسلمين، وأعني عوام المسلمين، هم تابع لعلمائهم من علماء أهل السنة والجماعة. فبالتالي لا ينبغي أن يقال أن هذا الحديث ينفر عن الإسلام لأنه يخبر أن معظم الأمة في النار، وهذا غير صحيح، لأن معظم أتباع أو السواد الأعظم هم من أهل السنة في العموم. أيضا لا ينبغي أن يقال إنكم تحكمون على أنفسكم بالجنة وتحتكرون الجنة ويعني تتيهون على الإنس والجنة بأنهم كهلكون وأنتم الناجون، هذا غير صحيح. لأنه حتى لو قلنا إن هذه الفرق الضالة تستحق دخول النار، فهذا لا يعني الحكم على أعيانهم بأنهم يدخلون النار، لأنه حتى ولو استحق الإنسان الوعيد فلا يقع الوعيد إلا بحصول شروط وانتفاء موانع. ممكن هو يستحق النار لكن لا يدخل النار، مش شرط يدخل النار، ممكن مصائب تكفر عنه، ممكن أعمال صالحة ترجح كفة الحسنات على هذا الانحراف، وهكذا. في الجهة الأخرى أيضا نحن لا نقطع بمن كان من أهل السنة والجماعة أنه يدخل الجنة، نحن نتمنى يعني نرجو له الجنة ونطمع في رحمة الله، لكن لا أحد يملك أن يقطع بمصير أحد في الجنة إلا بنص من الوحي الشريف. فإذا كلها في النار إلا واحدة، الفرقة الناجية، تسمى يعني الفرقة الناجية يعني أو بخلاف الفرق النارية التي يهلكها انحرافها في قضايا أصول الدين وأصول الإيمان وأصول يعني العقيدة. أهل السنة والجماعة هم الأصل الأصيل، يعني لا تعارض إطلاقا بين كونك مسلما وبين كونك من أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو السلفيين أو أنصار السنة إلى آخره، سمي ما شئت، لا تعارض، لأن هذا تخصيص بعد تعميم، كما تقول أنا مصري قاهري أو سكندري، لا تعارض، هذه صفة عامة ثم هذه صفة خاصة. كانت تكفي كلمة الإسلام قطعا قبل ظهور الفرق، كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو سماكم مسلمين من قبل وقال إنني من المسلمين. ولكن بعد ظهور الفرق الضالة احتاج أهل السنة إلى التميز بهذا الاسم الشريف. يعني هذا التميز، يعني أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية لا يجوز أبدا أن يوجه إليهم السؤال التالي: متى نشأ مذهب أهل السنة؟ سؤال خطأ ويدل على أن قائله لم يفهم شيئا في القضية، لأنه لا يمكن أبدا السؤال لأهل السنة متى بدأوا ومتى نشأت هذه الفرقة. لماذا؟ لأنهم هم الإسلام الأصيل، بل هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نقاوة أهل الإسلام، وكما قال شيخ الإسلام ما أعز الله الإسلام إلا بأهل السنة والجماعة. يعني الشيعة مثلا، عمر الشيعة في يوم الأيام ما فتحوا بلد كافرة وأدخلوا أهلها في الإسلام، ما حصل. الشيعة تقريبا عمرهم ما ألفوا كتاب في الرد على النصارى، فهم فقط يناغصون على المسلمين ويطعنون في الصحابة وآخر يعني إلى آخر عقيده المعروف. فالذي يسأل عن بدء نشأته من عدا أهل السنة والجماعة، لأنها فرق طارئة حدثت بعد أن لم تكن. ولذلك لما دخل بعض العلماء على أحد الخلفاء ووجد رافضيا معظما في المجلس، فقال له: كيف تقرب هذا وتدنيه وتعظمه وقد سرق الشيعة، وقد بلغني أن الشيعة سرقوا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانبرى ذلك الرافضي وغضب وقال: ما كان هناك شيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له العالم: ذلك ما كنا نبغي، أنا أردت أنك تعترف أنكم فرقة ضلة ناشئة. فأهل السنة والجماعة مش فرقة يعني مقطوعة من جسد الأمة، ده هما أهل الإسلام، أهل الإسلام، وهي النهر الفياض في كل العصور لم ينقطع أبدا ولن ينقطع للضمانة النبوية، لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين. فلا يجوز أبدا أن يقال لأهل السنة متى نشأ هذا المذهب. نشأ يوما نزل جبريل بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هي الإسلام، لكن في أنقى صوره،
ولذلك يتميز هذا المنهج بصفة مهمة جدا، أنه لا ينسب إلى شخص. لما سئل الإمام مالك عن أهل السنة قال السنة هي ما لا اسم له سوى السنة، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري ولا شيعي وهكذا، وإنما أهل السنة والجماعة. فصحيح يعني مست الحاجة في بعض الأحقاب الزمنية إلى بروز هذا الاسم وتميزه، كلما نشطت الفرق أو البدع كلما تصدى لهم أهل السنة. ففي حالة انعدام الفرق الضالة يكفي كلمة المسلمين كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا افترضنا أن الفرق الضالة انتهت تماما من الوجود وبقي أهل السنة فخلاص المسلمون تكفي. لكن بعد حدوث الافتراق أصبحت كلمة الإسلام تحتاج إلى نوع من التخصيص، لأن كلا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فالسنة استعملت الكلمة طبعا موجودة في القرآن في الأحاديث الشريفة الكثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره. الجماعة في بعض روايات هذا الحديث قال وما هي الفرقة الناجية، وما هي رسول الله، قال الجماعة، وفي رواية إيه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله سبحانه وتعالى حينما زكى هذا الإسلام أو زكى الرسول صلى الله عليه وسلم زكى منهجه فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم. من صور تزكية هذا المنهج أيضا أن يزكى أتباعه، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فتأملوا كلمة بمثل، وتأملوا أيضا كلمة آمنتم، ولم يقل فإن آمنوا بمثل ما آمنت به يا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا السياق يقصد منه تزكية إيمان الصحابة وتزكية منهج الصحابة، ولذلك يتميز السلفيون حين يرفعون شعار الكتاب والسنة بأنه الكتاب والسنة بفهم الصحابة أو بفهم السلف الصالح. لماذا؟ لأن هذه تزكية الله عز وجل لمنهج الصحابة الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة في الصلاة ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أيضا في حالة المنهج نحن نأتم هم يأتمون بالرسول عليه السلام ونحن نأتم بالصحابة تماما كما يحصل في يعني الصلاة اقتداء بهديهم الذي زكاه الله سبحانه وتعالى في كثير جدا من الآيات وكذلك كثير من الأحاديث. يقول الله تعالى والذين ويقولوا إيه وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما، هذه الآية فسرها العلماء بأنه اجعلنا نهتدي أو نقتدي بمن سبقنا كي نصلح لأن يقتدي بنا من بعدنا. فلا يمكن أبدا أن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أوله. فده السبب في إحنا بنقول الكتاب والسنة لفهم الصحابة لنسد الطريق على أهل البدع الذين يدعون التحاكم إلى الكتاب والسنة وهم يتحكمون فيهما ولا يتحاكمون إليهما. فحينما نقول بفهم الصحابة لأن تزكية منهج الصحابة أمر ثابت في كثير من النصوص، كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا ونحو ذلك من الآيات التي فيها ثناء وتزكية لمنهجهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حينما أشار الله إلى داء الفرقة أشار أيضا إلى علاج هذا الداء، حينما قال الله عز وجل يعني في الآية الكريمة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالفرقة تأتي بسبب الانحراف عن هذا المنهج. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بسنة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. عضوا عليها لأن سنته هي نفسها سنة الخلفاء الراشدين، وفي هذا تزكية أيضا لمنهج الخلفاء الراشدين ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعلاج داء الفرقة بين الأمة يكون بالالتفاف حول منهج أهل السنة والجماعة والبراءة من أهل البدع والافتراق، هذا هو دواء الفرقة.
ليس دواء عاطفيا، وأن كل الناس هيا نجتمع ونلتحم وننسى خلافاتنا. في خلافات لا تنسى. بعض الرافضة كان مؤلف كتاب اسمه لا شيعة ولا سنة، ويدعي أنه مش عايزين فرقة يا جماعة، لا شيعة ولا سنة. عارف يعني إيه لا شيعة ولا سنة؟ يعني لا 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 سنة ولا شيعة، يعني لا إسلام ولا شيعة، لأن سنة تعني إسلام ليست فرقة. السنة هي الإسلام في أنقى وأكمل وأقوم يعني صوره التي تحققت في أعظم جيل شهدته البشرية على الإطلاق، وأعظم أولياء الله وأحبهم إلى الله عز وجل، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بهديهم، وأن يثبتنا على طريقهم، وأن يترفعنا على الإسلام والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.